ومعنا عبر السكايب دكتور يحيى عبد المؤمن مكي، الأخصائي في علم ودراسة الفيروسات بالمستشفى الجامعي كلود بيرنار بمدينة ليون. تحية لك دكتور. تحياتي لكم ولكل مشاهدين قناة نيل نيوز، شكرا على الاستضافة سيدتي. أشكرك. يعني المعطيات حاليا وربما يعني ذلك الذي رشح في الآونة الأخيرة فرنسا لتحتل مرتبة أكثر تقدما في عدد الإصابات بوباء كورونا. السبب هذا هو أنه 60 مليون نسمة، فرنسا كإيطاليا كإسبانيا بلد سواح يدخلهم تقريبا 40 مليون 50 مليون سائح سنويا، فكانت الحفلات السنة بداية سنة 2020 كانت في سواح يزورون البلدان، فكان في كذلك في أول الأمر كل الدول كانت كيف سوف يجرى في الصين وكيف تكون العدوى في الصين، وربما كانوا يتخيلون بأنه سارس 2 كوفيد 2 سوف يكون كسابقته سارس كوف أول 2002-2003 أو كان مارس، سوف يبقى متمركز في الصين أو في آسيا ربما، لكن الفيروس ليس له حدود وليس طيب له. دكتور، آخر حصيلة الإصابات والوفيات في باريس نعم هي مرتفعة كل يوم، يعني لو أعطيك رقم حاليا الرقم سوف يتغير من على ساعة أو ساعتين، فالأرقام ترتفع بشدة رغم أن كان فيه الحجر الصحي بدأ منذ 14 مارس، والذي يفسر هذا لأنه الحجر الصحي يعني فرض واستعمل مؤخرا بالنسبة للعدوى، لأن العدوى كانت انتشرت في إيطاليا ولم نوقف الحدود ما بين إيطاليا وفرنسا، وانتشرت البؤرة الكبيرة في ميلوز شرق شمالي فرنسا، ومن هنا انتشرت العدوى بكثرة. فالأرقام تخيف صحيح، ارتفعت بشدة، والسبب بأن الفيروس انتشر بكثرة في أوروبا، وهذا الانتشار نحن منذ 20 يوم لم نكن عندنا هذه الأرقام تماما، لا عدد الوفيات ولا مثلا في إسبانيا لم نكن نسمع في الأول أبدا. فالشيء الذي يدهش العلماء والأخصائيين في دراسة الفيروسات هو ما سبب انتشاره. نعم صحيح، يعني والطفرة في الأعداد سواء فيما يتعلق بالإصابات أو الوفيات هي على مستوى العالم، لكن بشكل نسبي، يعني بتختلف من دولة لأخرى ومنطقة لأخرى. يعني ماذا عن جهود الحكومة الفرنسية لإدارة الأزمة حتى الآن؟ هي إدارة جيدة. لماذا؟ لأنه فرنسا تحضرت نوعا ما، لأنه كان في أخصائيين في لجنة علمية مع السيد رئيس الجمهورية، ومن بينها الأستاذ الذي أنا أعمل معه في المخبر هو عضو في هذه اللجنة، فكنا أخبرنا واطلعنا على كل المعلومات ودراسة أول فيروس، لأنه أول حقنة فيروس التي أنتجت في فرنسا هو عند المريض الإنجليزي الذي كان زار الصين وأتى لنزهة في التزحلق على الثلج في منتجعات في فرنسا، فكان أدخل المستشفى عندنا ونحن الذي فحصنا هذا الحقنة من الفيروس ونسخة الفيروس، وكذلك معهد باستور بالنسبة للمريض الذي أتى من الصين الذي هو يسكن باريس. ففي أول الأمر عرفنا بأن هذا الفيروس جديد وسوف ينتشر بكثرة، لكن كنا متوقعين أن ينتشر بكثرة في آسيا، فهو وصل إلى أوروبا، لكن كل احتياطات أخذت حاليا كل مستشفيات فرنسا الخاص والعمومي، كل حتى الخواص كلهم محضرين ومجهزين لاستقبال وعلاج المرضى، وحاليا تقريبا ما يوجد في فرنسا 7000 سرير للإنعاش والعناية المركزة، فتقريبا حاليا 5000 منها مستعملة وتعالج هذه المرضى. في عدد كبير عالجوا وشفوا ودخلوا إلى بيوتهم، لكن الذروة الكبرى لهذه العدوى ننتظرها ونتحضر لها في هذه العشرة أيام القادمة في الشهر هذا الجديد. هل المبادرة التي يثار الحديث عنها يمكن أن تشكل نقطة انطلاق إيجابية في احتواء هذا الفيروس، اللي هي يعني فيما يتعلق بالاستجابة الصحية والاقتصادية الكوفيد 19 على مستوى القارة الإفريقية، وما المعلومات المتوفرة لديكم في هذا الشأن؟ نعم، حتى أكمل بالنسبة لفرنسا سيدتي، بالنسبة لفرنسا لماذا ننتظر هذه الذروة في هذه العشرة أيام؟ لأنه الحجر الصحي بدأ في 14 مارس، فكل من أصيب بالفيروس
قبل 14 مارس، فسوف يظهر في هذه ظهر في هذه 15 الى 31 مارس. حاليا سوف ننتظر كم، لانه ربما في الحجر الصحي حجروا اشخاص معديين، ومنهم سوف يعدل الاب او تعدل الام او تعدل الزوجه او فهذا ما ننتظره اليوم. لكن الحجر الصحي محترم جدا ومطبق جدا، وهذا ما ليس لكي نحارب ونقضي على الفيروس، لكي ننقص من عدد الاصابات الكبرى والكثره في نفس الوقت، وحتى صحيح. لا يوقع ضجيج على المستشفيات وعدم القدره. وهذا ما اتخذته كل الدول العربيه والافريقيه، بدءا بمصر كما نقول ام الدنيا، الى المغرب مرورا بالجزائر، تونس، والجنوب افريقيا مورا الساحل. ومهم ان يكون في استراتيجيه موحده وتنسيق بين افريقيا وبين العالم الاجمع حتى ننجح في هذه المعركه مع فيروس كورونا المستجد. اشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعه عبر السكايب من فرنسا، الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، الاخصائي في علم ودراسه الفيروسات بالمشفى الجامعي كلود برناغ بمدينه ليون. شكرا.